كما قلت في هذه الأثناء ينطلق الموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف الجزائر أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إذن كما نتابع في هذه الصور المباشرة، الموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف الجزائر أمير دولة قطر الشقيقة يجوب إذن ينطلق في هذه الأثناء من فندق الميريديان بوهران. ليجوب بعدها الشوارع الرئيسية لمدينة وهران. كما تشاهدون في هذه الصور إذن حيث سيشرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف الجزائر أمير دولة قطر على حفل افتتاح هذه الدورة المميزة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. كما تتابعون في هذه الأثناء إذن الموكب الرئاسي يجوب شوارع الرئيسة لمدينة وهران وهران الباهية. على المباشر تشاهدون في هذه الصور المباشرة مباشرة من شوارع الكبرى الرئيسة لمدينة وهران الموكب الرئاسي يجوب الشوارع الرئيسة لمدينة وهران. نعم إذا إذن الموكب الرئاسي يجوب عدة مناطق من وهران محمد جمال، إذن ومنها بعض المرافق التي كان قد دشنها رئيس الجمهورية. يا صحيح سعيد، هي مرافق بمعايير ومقاييس عالمية، هذا يبين حقيقة مدى اهتمام السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم السيد الرئيس لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية المتوسطية الكبيرة، في إشارة صريحة إلى عودة الجزائر لاحتضان مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبيرة. هذا الاهتمام يعني يبشر بكل الخير وبكل الإرادة والطموح التي ممكن أن تكون لدى